ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء عيسى من قناه اكلاتك. النهارده هنعمل طبق سلطه يوناني لذيذ جدا، يلا نشوفه ونرجع تاني. وزي ما شفنا الطبق بتاعنا سهل ومفهوش اي حاجة. اللي حابب بقى يحط اضافات تانية تمام، اللي حابب يحط بصل احمر متقطع شرايح تمام، ممكن نزينها برضو بالبقدونس او الرمان بيديها طعم حلو جدا. السلطات مهمة جدا جدا في كل الوجبات بتاعتنا، يعني السلطة اللي احنا عملناها النهاردة دي هي ممكن ناكلها كوجبة عشاء لوحدها من غير عيش بقى ومن غير اي حاجة. الناس اللي بتحب الاكل الصحي شوية او الناس اللي ما بتحبش العيش، يعني في ناس ما بتاكلش عيش اصلا، فدي وجبه متكامله من الالياف والجبن ومفيده جدا. وبرده زي ما قلت لكم ممكن نحط عليها الرمان بتاعنا. تمام، السلطه بتاعتنا خلصت. ايه انواع سلطات تانية؟ طبعا السلطات يعني انواعها كتير جدا، وانا اتكلمت عليها كتير قوي وعملت كذا نوع سلطه، وانا مصممه ان انا اعمل في كل 3 حلقات حلقه سلطه، علشان يعني دي حاجة مفيدة، لازم كلنا ناكل السلطة، كلنا ناكل أنواع سلطات كتير. اللي ما بيحبش نوع ما عندكمش حاجة، في نوع تاني أنا عملته. لو حابين برضو نعمل عشاء خفيف أو حاجة كده في السريع، ممكن نعمل سلطة المكرونة، ممكن تبقى غدا أو ممكن تبقى عشاء، سهلة جدا ومش مكلفة. ممكن نعملها بكذا طريقة، ممكن نعملها بالجبن اللي هو زي ما احنا عملنا كده ونضيف عليها المكرونة بتاعتنا، او نعملها بالتونة ونحط عليها تونة ونحط عليها زيتون وطماطم وبصل وخيار وكل الحاجات دي، بس في صوص كده بيتعمل لازم يترش عليه، هو مكون من معلقتين مستردة، معلقتين عسل ابيض كبار، خل وليمون وشوية زيت وشوية ملح صغيرين كده، وهيتقلبوا كله ويترشوا على طبق السلطة بتاعتنا او طبق المكرونة بتاعتنا، ويفضل في التلاجة تقريبا كده ساعة او حاجة. وذوقوا طعم السلطة تحفة، هيعجبكم جدا. ممكن برضو نعمل نوع سلطة مختلف جدا، سلطة التفاح الاخضر. هنعملها ازاي؟ هنجيب مثلا ثمرة تفاح او تفاحتين ونقطعها مكعبات صغيرة، وبعدين هنجيب الرمان ونحط الرمان على التفاح، وممكن احط برغل على حسب ما انا حابه، حابه احطه تمام، مش حابه خلاص يعني. وهجيب بقى نعناع ناشف، وهجيب ليمون وزيت زيتون، واحط وملح والتوابل بتاعتي كلها، واحطهم على التفاح والرمان وهقلب. لو انا حابه ممكن ازود خيار وطماطم تمام، مفيش مشكله، هقلب المكونات دي كلها مع بعض. ودوق السلطه دي، طعمها حلو جدا وكمان صحيه. النهاردة قلنا الأكلة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. واللي عنده أكلات تانية ممكن يبعتلي وأنا أقدمها لكم إن شاء الله. ما تنسوش تعملولي سبسكرايب وتفعلوا الجرس. شوفوا حلقات تانية وقناة أكلتك. باي.